تفضلي. عفى ملك من أجر. أجمعين إن شاء بالنسبة الله. لزيارة الإمام حسين زيارة الأربعين، نعم هل يعني أقول أحسن المرأة من بيت الزور لو نعم تذهب يعني مزاحمة الرجال وهاي يعني في الجو المزدحم؟ تمام. عندي سؤال آخر أختي. لا شكرا. شكرا جزيلا. في واقع الحال الأخت الكريمة كل وحدة تعرف ظروفها. أنا ظروفي صعب علي، عندي أطفال، عندي أولاد، عندي كذا، أن أطلع صعب، فالأولى أنه من فوق السطح، أصعد فوق السطح وأزور الحسين صلى الله عليه وسلم من بيتي. بعض الأحيان أشوف لا، وحدة ظروفها مآتية، هي تقدر تحافظ على حجابها بشكل جيد، تقدر تروح وتجي بسلام، ما عندها أي منكدات وأي حسب تعبيرنا مخاوف. هذا أمر على أي حال. الأولى إذا كان إنسان ما عنده أي شيء ممن يحذر منه، سواء كان اختلاط بالرجال بشكل كبير أو أنه مزاحمة مع حق الزوج أو الأطفال أو الحجاب أو ما إلى ذلك، على أي حال الإمام الحسين صلى الله عليه وسلم يستحق أن نزوره ويستحق أن نحضر مرقده الشريف، ولكن كل بحسب ظروفه. أحسنتم سيدنا الكريم، إن شاء الله الإجابة صارت واضحة. أختي أم علي تحياتنا إليك، وإذا رحتي للزيارة لا تنسينا في دعواتك إن شاء الله.